السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي من جديد. اليوم إن شاء الله سنتطرق للدرس الثالث في الرياضيات، المرجع فضاء الرياضيات المستوى الثالث في طبعته الجديدة والمنقحة، طبعة شتنبر 2020. أكيد عنوان الدرس الأشكال الهندسية، التوازي والتعامد. الأهداف: أتعرف التوازي والتعامد وأنشئ مستقيمين متعامدين ومستقيمين متوازيين باستعمال الأدوات الهندسية، وأحدد مستقيمات متعامدة أو متوازية في وضعيات متنوعة. أكتشف وأتمرن، أرسم القطع بواسطة المسطرة وأكمل الرسم. إذن سنكمل رسم القطع بواسطة المسطرة ونكمل الرسم. نصل بين النقط، نكمل شبكة العنكبوت الهندسية. لاحظوا، نصل بين النقط بكل سهولة، ثم نكمل هذا الشكل الهندسي. أربط كل ثلاث نقط أو أكثر بواسطة المسطرة وأرسم مستقيمة كما في المثال. غربط بين ثلاثة ديال النقط أو أكثر باستعمال المسطرة، ثم نكمل. لاحظوا معايا هنا هذا المستقيم الأول، ثلاثة ديال أربع نقاط، واحد اثنان ثلاثة أربعة، مستقيم آخر واحد اثنان ثلاثة أربعة، نتأكدوا أنهم كيمروا من نفس النقطة. نعم يمروا، تمر من نفس النقطة. هنا ما عنديش جوج ديال، أنا ما كتمرش من نفس النقطة. هنا ثلاث نقاط، كان الفيديو متوقف، كنعتذر ما انتبهتش. واحد اثنان ثلاثة، هنا ايضا ثلاث نقاط. ضيع ايضا هنا ثلاث نقاط. كنحاولوا نمر جميع النقط اللي كتمر منها ثلاثة النقط كما مطلوب في التمرين بواسطة المسطرة، وارسم مستقيمة كما في المثال. أعيد رسم الشكل وألونه. إذا سنعيد رسم هذا الشكل في الجهة الأخرى ثم نلونه. نلاحظ أن نحسبه ضلع المربع كم من تربيعة، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. إذا ثمان تربيعات، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. الضلع الآخر واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، والضلع الآخر أيضا ثمان نقاط. ثم نصل بين النقاط. إذا هذا مربع، ثم غادي نرسم نفس الاشكال الهندسية اللي عندي في هذا الشكل ونلونها بنفس الالوان. ده المثلث الاول، واحد اثنان ثلاثة اربعة، واحد اثنان ثلاثة اربعة، واحد اثنان ثلاثة اربعة، واحد اثنان ثلاثة اربعة. الدرس كنظن اننا غنحط لكم في صفحات متفرقة انه غيكون طويل. واحد اثنان ثلاثة اربعة، واحد اثنان ثلاثة اربعة، واحد اثنان ثلاثة
أربعة، واحد اثنان ثلاثة أربعة، واحد اثنان ثلاثة أربعة. رسم المثلث الكبير اللي بالبرتقالي. واحد اثنان، واحد اثنان، إذن واحد اثنان، واحد اثنان. نفس الشكل، إذن سنقوم بتلوينه بنفس الألوان. إذن هذا الشكل هذا بالأصفر، هذا المثلث بالأحمر، ثم لونه أحسن. أنا كنحاول نسرع. هذا المثلث هذا بنفسجي، هذا المثلث بالأخضر، برتقالي، أزرق، ووردي. أعيد رسم الشكل وألونه. غنعاود نرسمو نفس الشكل هذا اللي عندنا في هذه الجهة هذه، وغنقومو بالتلوين ديالو. ناخذ مسطرة كذلك وقلم. عندي هنا واحد اثنان ثلاثة، ثلاثة ديال النقاط، واحد اثنان ثلاثة، واحد اثنان ثلاثة. النقطة الرابعة كندير سطيه، ثم ندير جهة خضراء أكبر من الجهة الصفراء. بالنسبة للشكل المتبقي، عندي هنا واحد، 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 اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، واحد، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. ثم نصل بين النقط. نلون بنفس الألوان. نحسبو غير النقاط وكن نديرو المماثل ديال الشكل أولا بالتربيعات كما قمنا في هذا الشكل. هذا عندي أزرق، عندي الأخضر، وعندي الأصفر. إذن نفس الشكل. J'utilise une feuille et je l'applique en suivant les étapes. غناخذ واحد الورقة، استعمل ورقة وأطويها باتباع الخطوات. أنا غناخذ ورقة، غناخذها صغيرة باش يبان لكم الشكل مزيان. إذن ها الورقة نطويها على زوج، المرحلة الأولى، ثم نطويها
على 4. هيا الورقة. جوفر لا فاي اي جو تراس لي دو دووات. نحل الورقة ورسم المستقيمين. اذا ها الورقة فتحناها، اجينا الرسم ديال المستقيمين سهل جدا، مستقيمين متعامدان ويحددان 4 زوايا قائمة. لاحظوا معايا، مستقيم الاول، مستقيم الثاني، الزاوية الاولى، الزاوية الثانية، الزاوية الثالثة، والزاوية الرابعة. إذن 4 زوايا قائمة، المستقيمان متعامدان ويحددان 4 زوايا قائمة. لي دو دووات ديتيرمين 4 انجل دووات، كيحددو لنا 4 زوايا قائمة. حصة ثالثة، أقارنو مسافات بين كل نقطتين باستعمال الأدوات الهندسية المناسبة. عندي هنا نقط، عندي حمراء خضراء وازرق، عفوا وزرقاء، اعتذر، حمراء خضراء وزرقاء. واكمل المسافة بين النقطتين الحمراوين والمسافة بين النقطتين الخضراوين. عندي جوج نقط حمر، جوج نقط خضر، غناخدو البركار، استغفر الله واتوب اليه. اذا عندي المسافه بين النقطتين الحمراوين، الحمراوتين نورمالمون، حمراوتين لاحظوا معايا، المسافه بين النقطتين الحمراوتين تساوي المسافه بين النقطتين الخضراوتين. اذا تساوي مسافة بين النقطتين الخضراوتين، والنقطتين الخضراوتين أيضا تساوي المسافة بين النقطتين الزرقاوتين. لاحظوا معايا، إذا المستقيم الأزرق والمستقيم البرتقالي متوازيين، يتسمى مستقيمين متوازيين، متوازيين يعني توازي. ألون كل زاوية قائمة وأضع علامة تحت كل مستقيم متعامدين. إذا كل زاوية قائمة، ألون كل زاوية قائمة وأضع علامة تحت كل مستقيمين متعامدين. لاحظوا معايا هنا زاوية قائمة، إذا المستقيمين متعامدين، نضع علامة ونرسم الزاوية القائمة. مستقيم موالي بالعين المجردة كنعرفو أنهم ماشي متعامدين. المستقيمين الثالث، الشكل الثالث، زوايا قائمة ومستقيمات متعامدة. إذا نرسمو تعامد للزاوية القائمة ونضع علامة التعامد. الشكل الأخير ليس مستقيمين متعامدين بل متقاطعين، أضع علامة تحت كل مستقيمين متوازيين. إذا كل مستقيمين متوازيين سنضع عليهم علامة. هنا بالنسبة للشكل الأول مستقيمين متعامدين، لاحظوا معايا كيشكلوا، كيمروا من نفس المستقيم، كيشكلوا زاوية قائمة مع نفس المستقيم. لاحظوا معايا، إذن مستقيمين متوازيين وعندهم نفس المسافة. ناخذ البيكار ونتأكدوا،
نفس المسافة. بالنسبة للمستقيم الشكل الثاني، لاحظوا معايا ما كيكونوش زاوية قائمة، ما كيمروش من نفس المستقيم، كيكونوا مع زاوية قائمة على نفس المستقيم. لاحظوا معايا، لاحظوا ما يمكنش انهم يكونوا زاوية قائمة، اذا هادو ماشي مستقيمين، متوازيين وغاديين وكيتسدوا اولا كيتحلوا من جهة واحد الجهة. هانتم لاحظوا، اخذوا غير البيكار ونتاكدوا، ها حطوا معايا غاديين وكيتسدوا، مستقيمين متوازيين اكيد نفس المسافة. هنا مستقيمين متعامدين، ارسموا مستقيما عموديا على المستقيم الاحمر ويمر من النقطة الزرقاء في كل حالة. اذا مستقيم على المستقيم الاحمر ويمر من النقطة الزرقاء. اذا كنوضعوا المثلث بهذه الطريقة هذه، كذلك نفس الطريقة هنا كنحط المثلث بطريقة صحيحة. Je trace une droite passant par le point bleu et parallèle à la droite rouge dans chaque cas. إذن أرسم مستقيم متوازي موازي للمستقيم الأحمر ويمر من النقطة الزرقاء في كل حالة. إذن أول حاجة غنرسم واحد المستقيم متعامد على المستقيم الأحمر، وهذا الرسم المستقيم موازي، أرسمه غير هكا متقطع بنقط متقطعة، وكننزلو هكا بالمثلث وكنكملو الرسم نفس الطريقة. عندي هنا غنديرها كذلك، كنرسمو واحد المستقيم متعامد غيمرنا من نقطة، نديرو غير بنقط خفيفة متقطعة ونهبط نهبط نهبط نهبط، مستقيمين متوازيين. صفحة 18، ألونوا كل مستقيمين متعامدين بنفسي باللون نفسي. إذا مستقيمين متعامدين، عندي هاد المستقيمين هادو متعامدين، غادي نلونهم بنفس اللون. بحثوا على مستقيمين متعامدين، إذا هادو ماشي متعامدين، هاد المستقيمين هادو متعامدين. لاحظوا كيشكلوا زاوية قائمة، المستقيمين المتعامدين يشكلان زاوية قائمة. إذا عندي هاد المستقيمين هادو وهاد المستقيمين هادو. ألون كل مستقيمين متوازيين باللون نفسه. إذا عندي مستقيمين متوازيين غنحددهم، عندي هادو هاهما عندهم نفس المسافة، وعندي هاد جوج مستقيمين أيضا عندهم نفس المسافة. لاحظوا معايا، وتابعوا رسم مستقيمات متوازية للمستقيم الأحمر دون استعمال المسطرة. إذا غنحاولوا أننا نرسمو مستقيمات موازية دون استعمال المسطرة، مع العلم أنه صعب أن نرسمو مستقيمات متوازية. نحاولوا، وتابعوا رسم مستقيمات متعامدة مع المستقيم الأحمر أيضا دون استعمال المسطرة. راه صعب أننا ما نستعملوش المسطرة، ولكن غنحاولوا نجزو المطلوب قدر الاستطاع.
ألون باللون نفسه كل ضلعين متوازيين. عندي هنا مربع، والمربع عبارة عن متوازي أضلاع، إذا كل ضلعين متقابلين فيه متقايصين ومتوازيين. إذا عندي هنا هاد الضلع مع هاد الضلع متوازيين، وهاد الضلع مع هاد الضلع متوازيين. بالنسبة للشكل الموالي عندي، نتأكدوا بواسطة البيكار، لاحظوا معايا، إذن هاد الضلع مع هاد الضلع متوازيين، ونتأكدوا ب خصهم يشكلوا لنا زاوية قائمة. هاهما كيشكلوا زاوية قائمة في نفس المستقيم، لاحظوا معايا. إذن هاد الضلع مع هاد الضلع متوازيين. كنحاولوا أننا نتأكدوا باستعمال الأدوات الهندسية، راه بالعين المجردة باينين أنهم متوازيين. وكذلك هاد الضلع مع هاد الضلع. عندي هنا مستطيل، إذا المستطيل كذلك عبارة عن متوازي الأضلاع، كل ضلعين متقابلين فيه متقايصان متوازيين. إذا عندي هاد الضلع موازي لهذا الضلع، وهذا الضلع ناخذ لون مختلف، هذا الضلع موازي لهذا الضلع. إذا ألاحظ وأكمل، مستقيم متعامد مع المستقيمين الأزرق والأحمر، مستقيم متعامد مع المستقيم الأزرق والأحمر هو المستقيم البرتقالي، المستقيم البرتقالي. لاحظوا كيتعامد معاهم، ها، مع المستقيم الأحمر والأزرق، مستقيم متعامد مع المستقيمين الأخضر والأصفر، الأخضر والأصفر، والمستقيم لاحظوا معايا أخضر والأصفر، والمستقيم البنفسجي. البنفسجي مستقيم موازي للمستقيم الأحمر، هو المستقيم الأزرق، لأن عندهم واحد المستقيم واحد كيشكلوا معاه زاوية قائمة، مستقيم مستقيم موازي، هو المستقيم الأزرق، الأزرق مستقيم موازي المستقيم الأصفر، مستقيم موازي المستقيم الأخضر، كيشكلوا لنا زاوية قائمة كما قلنا قبل قليل. إذا هو المستقيم الأخضر. انتقلوا للصفحة الموالية، ارسموا مستقيما يمر من النقطة الحمراء ويكون عموديا على الأزرق. إذن عمودي على الأزرق ويمر من النقطة الحمراء، كنحطوا المثلث أو الكوس بحال هكا، ناخذ الكريون ثم نكمل الرسم. كذلك بالنسبة للشكل الآخر، مسكوا الكوس بطريقة جيدة، كذلك هنا يمر من النقطة الحمراء ويكون عموديا على المستقيم الأزرق. رسموا الزاوية القائمة، لأن كل مستقيمين متعامدين يشكلان
زاوية قائمة. Je mets une croix en dessous de chaque figure géométrique ayant deux côtés parallèles et je les colorie. أضع علامة تحت كل شكل له ضلعين متوازيين وألون هذين الضلعين. إذا بالنسبة للشكل الأول ضلعين متوازيين، ما عندنا حتى ضلعين متوازيين لأن ما كيشكلوش لنا زاوية قائمة، كيمروش من نفس الزاوية القائمة مستقيم. لاحظوا معايا، وكذلك كما كتشوفوا غادي وكيتسد، غادي وكيتسد، غادي وكيتسد، أو لا شفناه من هنا غادي وكيتزاد. الشكل الثاني عندي ضلعين متوازيين، لاحظوا معايا إذا اللونهم بنفس اللون. الشكل الثالث عندي فقط ضلعين متوازيين، هما هاد الجوج هادو، ها غادي نلونوهم. ونوضع علامة من الشكل الأخير لا يشكل أي ضلعين حالة التوازي، عندي التعامد فقط في هذا الركن هذا هنايا، ولكن الأضلاع الأخرى ما كيشكلوش لنا التوازي. Je trace une droite passant par le point rouge et parallèle à la droite bleue dans chaque cas. أرسم مستقيما موازيا للمستقيم الأزرق ويمر من النقطة الحمراء في كل حالة. أول حاجة خصنا نرسمو واحد مستقيم عمودي على المستقيم الأول، وكيكون عمودي تاع المستقيم الثاني اللي كيوازي لنا المستقيم الأول، وكنزل هاك هكذا بالمزواس ديالي، ثم بالكوس، ثم أرسم مستقيمين متوازيين. كذلك بالنسبة للشكل الثاني مستقيم عمودي على المستقيمين، ثم أنزل هكذا كذلك بالنسبة للشكل الأخير. إذا هذا كل ما يخص فيديو اليوم، أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. مع السلامة.